في عنا مبدأ اسمه الراستر والفيكتور. الراستر هو رسم البيكسلز، خلينا نقول وقت أنا بزوم على الصورة شو بصير، بتبكسل الصورة ما كون شايفين بالصورة اليمينية من تحت. والفيكتور هو المثال اللي فوق، الصورة اليمينية فوق، عبارة عن أشعة بترسم شكل، قد ما كبرته وصغرته هو شعاع معادلة خطية، يعني ما بصير له شيء.